يعني هل تعتقد فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تستعد في المرحلة القادمة إذا لن تتطور الأمور مع إيران في المفاوضات مفاوضات فيينا أن تواجه بشكل مباشر على الأقل على مستوى المسيرات الفصائل المسلحة في الداخل العراقي؟ هل من الممكن لهذا السيناريو أن يحدث في فترة بايدن؟ أنا أعتقد بايدن رجل لن يخاطر في مواجهة مع ميليشيات منفردة، لا يستطيع، يعني هو يستطيع أن ربما يستهدف رؤوسها قياداتها، لكن هذا الموضوع أيضا سيجيش الميليشيات الأخرى ضد الوجود الأمريكي بشكل ربما لا يمكن السيطرة عليه. هناك خيارات كثيرة لبايدن، على رأسها هي دعم، كما ذكرت، دعم الحكومة العراقية وحثها على القيام بواجباتها في حماية المعسكرات لقوات التحالف، لأن هذه القوات ما زالت تعمل تحت راية وتحت هدف محدد، وهو مكافحة الإرهاب ومتابعة فلول داعش كما يقولون. لذلك هذا السبيل هو الرئيسي. لكن هناك أيضا يعني توجه أمريكي لتزويد القواعد والسفارة الأمريكية بمنظومات حديثة تمثل القدرة ربما الفائقة على مواجهة مثل هكذا أهداف صغيرة متحركة تطير بمستويات دنيا لا يكشفها الرادار. هم يعني يحاولون أن يكسبون الزمن من أجل تهدئة إيران وتهدئة حقيقة يعني إزالة بعض مخاوفها في موضوع استهدافها فعليا كإيران من خلال التفاوض المباشر، من خلال طرح ربما أجندات خاصة تتعلق بالرخاء الاقتصادي الإيراني وإعادة ربما بعض الهيبة لإيران في المنطقة. هذا الموضوع يدغدغ به بايدن مشاعر الإيرانيين من خلال مفاوضيه.